طيب قلنا انه هي الكريبتوسبورديوم وبتجي للكرونيك اتش اي في بيشنت diagnosed by visualizing the modified Zillion sustain in stool very rarely except to be except to see mycobacterium tuberculosis on the fecal sample. طيب هنا قال انت لو شفت اصلا هي very rare انك تشوف اصلا المايكوباكتيريوم تي بي في الفيكال سامبل. السؤال ده برضو يعني عجيب شوية كده، يعني هو إيه؟ احنا عرفناه، يعني عرفنا انه اتش اي في وانه ده الكريبتو وده ال كومبليكيشن، بس في الاخر ناخد ريتروفايرال ثيرابي، يعني فكرة برضو جديدة وحلوة. طيب اخر ميتنج يا شباب، نحاول بقى. الأفكار كترت هنا. لا، هو الاتش اي في زي ما انت شايفه، يعني هما مركزين عليه مركزين جدا عليه يعني هنا. كويس. اه طيب هو هنا بيسأل من which record. لا بيسأل هو هنا وين السؤال هو most appropriate plan in addition to meningococcal vaccine. أيوة هو عايز حاجة أنا أضيفها مع الميننجوكوكال فاكسين. to student sharing accommodation عايز البروفلاكسس يعني يقول البروفلاكسس حقه كان اثنين هما صح اللي هو السبرو والريفامبيسين. لكن أيوة صح، يا إما أورال سيبرو، سنجل أورال سيبرو أو ريفامبكسين لمدة يومين تقريبا. مم. بس السيبرو كان أعلى من الريفامبيسين صح؟ ايوه السبرو حاليا هو اكتر يعني ايوه أه، لأن أورال سنجل دوز وخلاص. تمام. تقريبا أه، يعني كبروفلاكسز أو كبوس إكسبوجر تقريبا أو كونتاكت صح؟ نعدي السؤال تقريبا كده، يعني الفكرة بتاعته مع ايوه هو مجال شيرنج يعني مع شيرنج شيرد اكوميديشن ستودنت. اصلا. اه بالظبط، المننجيو طيب كوكل قلنا احنا المننجيو بنتعامل بندي ليها، اما النومو كوكل ما كناش لا بندي ليها ما عنده الكلاسترز. طيب people who's been exposed to the patient who confirm عليه انه bacterial meningitis should be given prophylactic if they have close contact خلال 7 ايام من الأونست. So this is case refer to the household contact the patients to confirm meningococcal اللي هم ال close suction partners ال immediate family and household contact should be treated with single dose. هم هياخدوا single dose prophylaxis as well as meningococcal vaccine once the serotype complete يعني هم هياخدوا الفاكسين وهياخدوا الدوز يعني البروفلاكسس. الاميونو اللي هو دي الانترامسكولار بنزال بنسلين يوز ان كوميونيتي سيتنج ان سسبكتد مينجايتس whilst awaiting ترانسفير تو سكندري كير سيتنج. اوكي هنا ده سكندري بده هنا تريتمنت هيكون يعني سسبكتد مينجايتس صح سكندري كير. طيب اورال ريفامبيسين از اوبشن تو بي ليست فيفور ديو تو ليست افايلابيليتي اند سايد افكت. عشان كده هنا احنا قلنا الاكثر هو اكثر اللي هو السبر وهنا كمان برضه هو انزيم انديوسر. الاي في سيف سيفتوكسيم والبنزال بنسلين تريتمنت اوبشن فور سكندري كير زي ما قلنا ان هو طبعا كعلاج اونلي اوفرينج فاكسين وود بي ابروبريت تو ذا ريسك اوف ترانسميشن. شوف السؤال بس على السريع عشان نعرف احنا نعرف عايزين ايه. ايوه عايزين الكوزيتيف اورجانيزم. طيب يعني عايز اسال طيب هو هنا 31 سنة accountant refer to the general medical unit وعنده nasal stiffness and intermittent epistaxis. He had been seen by ear, nose, and throat team, who's commenced him for course of intranasal steroid with the benefit. The past medical history can are remarkable,
الترافلر هيستوري كان عنده اوكي انكلودد جاب ان يير ان ذا ساوث امريكا 10 ييرز بريفيسلي هيز نون سموكر اند دريكس 23 يونتس اوف الكحول بير ويك. طيب يعني ما عنده حاجة ظاهرة في يعني تقريبا ما في يعني سنة كاملة موجودة أو في ساوث أمريكا، فما كان في أي ريبورت عليه. هنا examination patient كان febrile rate كان كويس، respiratory rate البلس rate نفس الشيء، blood pressure كويس، عنده superficial ulceration of the nasal mucosa bilateral، كله باقي كلير طبعا، ما في حاجة ثانية غير اللي هو بيمشي معاه الاسبلين وميجالي ولا هيباتوميجالي ولا ليمفودينوباسي ولا اي حاجه؟ كله قال انه النورمال، ما في حاجة التشيس ولا الكلتشر كله طيب. هنا انفستيجيشن ايه القصه انه جاي من امريكا، انا مفكر ايه اللي في امريكا. هي بالظبط كده. احنا ايه اللي كان الليشمانيا لا برازيليين نيزس دي هي اللي كانت في تقريبا في جنوب امريكا وبتعمل يعني طب مش قلنا الليشمانيا شوف انه شوف هو منها ميوكو يعني كوتينيوس في منها ايوه كوتينيوس ميوكو هنا ميوكو كيوتينس هنا ميوكو، لو ما طالما انه في نيزل ميوكس معناها ميوكو ميوكو كيوتينس. كوتينيوس بس نشوف هي المفروض يكون عندها بان سايتوبينيا. هنا السبع الوايت النيتروفيل كاونت الليمف نود ايزينوفيليا ماشي ما معاها بان ما معاها بان سايتوبينيا ما فيها حاجة. اوكي الالكالاين فوسفاتيز اوكي يعني حاجاته كلها وذ النورمال، بس يمكن هو الالسر يعني. طيب اوكي اللي هي البرازيليان صح؟ يا دنوفاني يا الدنوفاني دي حتعمل لنا، لا برازيليان الدنوفاني دي حتعمل لنا الفيزرا الليشمانيا which is حاليا البان سايتوبينيا ما في، فهي اوت اوف يعني خارج مفيش لا الموضوع. مفيش لا سايت لا 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 سبيلوميجالي لا بان سايتوبينيا لا لا لا، فهنا حيكون بس ما في غير الليشمانيا كوتينياس هي وليست فيزرا. وكوتينياس الميوكو كانت اللي واخدة برازيليانز مايكوزا واخدة مش كانت انا كنت فاكر مقسمها، كنت فاكر مقسمها انه امريكا اللي فوق وامريكا اللي تحت، اللي فوق كانت كوتينياس واللي تحت واخدة المايكوزا. يعني بص انا هقعد ارجعهم كده. قصدك المكسيكان دي صح؟ المكسيكان مع طيب هو قال هو الدايجنوز هنا ميكوزا ليشمانيازيس patients probably became infected in ketonus leishmaniasis during a visit اللي هو في زيارته كانت لأمريكا. He received no incomplete treatment. Mucosal leishmaniasis can occur year to, to decade after initial infection. يعني ممكن تحصل بعد سنة، عشان كده هو لما قال في الباس هيستوري يعني تقريبا ما في كان حاجة ما ظاهرة، يعني انه هو كان في امريكا وما كان في حاجة ظاهرة عنده. typical feature include nasal stiffness sorry nasal stuffness and stages in early stage progress to ulceration destruction of the nasal mucosa. الليشمانيا دونوفاي هي طبعا زي ما قلنا هي حتكون الفيزرال يعني رذر دان ميوكو كيوتينس ليشمانيا. طيب هنا الكيوتينس ليشمانيا هو قال هنا مع التروبيكال دي الكيوتينس تروبيكا ليشمانيا تروبيكا وليشمانيا مكسيكان بيكون فيها كروسيد ليجن وميبي ألسر يعني ممكن يكون معاها ألسر. طيب هي في ساوث اكواير ان ساوث اور سنترال امريكا يعني هي في ساوث وسنترال امريكا. ما تريتمنت ديو تو ذا ريسك اوف ميوكوكوتينس ليشمانيازيس وير ديزيز اكواير ان افريكا ان انديا كان بي مانج مور كونزرفتلي. هنا هي لازم تتعالج لانها ممكن تتحول ميوكوكوتينس، العكس اللي موجوده في افريقيا وفي الهند انه ممكن كونزرفتيف تريتمنت يعني الميكوكوتينيوس دي بتموت. اللي هو قال هنا بالذات حكيت امريكا،
حاجات يا اما اللي هي بتموت، اساس. يا اما بينتحروا لان شكلهم وحش جدا، يا اما بيموتوا بيها نفسها. انا كنت حافظها طيب بقى ازاي بقى يا دكتور؟ كنت يعني نتخيل مثلا امريكا كده فوق والمكسيك تحتها، مثلا امريكا والمكسيك، وتحت بقى البرازيل. فانا كنت بقول مثلا دي كوتينياس ودي ميوكو ميوكو. كده يعني. يعني الواحد بيحششها يعني بصراحة. بس خلي بالك هنا قال انه ممكن تتحول، حتى اللي بتعمل الكيوتينس نفسها ممكن تتحول يعني على ميوكو كيوتينس. طيب الكيوتينس زي ما قلنا هي البرازيليانس، الميوكو كيوتينس سوري هي البرازيليانس. تمام. الفيزرال دي خلاص يعني تقريبا واضحة، اللي هي دونيفاي، وبتكون في ميديتيريان اسيا، ساوث امريكا وافريقيا. ميديتيريان ميجالي اسيا هيبقى ساوث معاه، امريكا ميجالي هيبقى معاه بنسيتوبيني زي ما انت قلتي. وكالازار، اهم حاجه الجري سكين دي، الجري سكين كالأزهر صح. بلاك سيكنس دي. ايوه كالازار. الجولد ستاندر هو بون مارو طبعا، او السبلينيك اسبايريت، وطبعا كمان برضو تقريبا معاها برضو لينف نود بايوبسي، يعني بتعمل منها كذا ايوه، لان هي بتعيش في الريتيكولار سيلر سيستم، سكريتي فبتدور واسع عليها يعني. في اي مكان. تمام. اسمها كي ار سي 39. طيب أنا عايزة أشوف السؤال اللي هو which antimicrobial agent should be initiated. طيب جرام حابة نيجاتيف، يعني عايزة treatment يعني جرام gram نيجاتيف، negative كوكوباسيلاي. وباسيلاي. كوكوباسيلاي دي معانا فين؟ كوكوباسيلاي دي دي عاملة اتحاد، هي الكوكس والباسيلاس عاملين اتحاد مع بعض يعني. انا فاكر الباسيلاي كانت في دي حاجه شنو اعتقد كان؟ الاستيريا. الاستيريا هي الاستيريا. دي، الاستيريا هي اللي كانت كوكوباسيلاي. يبقى الاستيريا هنعالجها بايه؟ جنتا. بس الاستيريا كانت بوزيتيف، ما كانتش نيجاتيف. الاستيريا ثانية واحدة. ايوه صح، ايوه الاستيريا كانت ال ال دي ال ال A B C L B. ايوه كانت بوزيتيف. بس الله اشوف السؤال، هو مديني طب نشوف سيكس السؤال. في هنا. شوف السؤال في هو السن. قال 65 من 65 سنة، جنتلمان وتايب 2 دايابيتس والكحوليك، وفيفر عنده فيفر وعنده هيديك ونيك ستيفنس. هي هاد هيستوري اوف ذا بريفيوس انافلاكتيك رياكشن اوف ذا بنسلين. طيب في الاكزامينشن التمبريتشر كان 37، الريسبيراتوري 20، الهارت ريت 105، نيوتريشن ستيت والدنتال هايجين سبور. دي الاساسين، الدنتال هايجين يعني. البكتيريا حقت الدنتال هايجين كان اسمها لو تذكرنا. طيب طيب فيريدنز، فيريدان. ريبتوفيريدن، فيريدن كانت لا كان بالعربي. ميتس، كانت مي مي ميتس ميتس ميتي ميتس مالتيتينيز ولا تينيز حاجة كان في كده، فيريدنز وكان في ميتس باين او حاجه زي كده. ميتس. ايوه بس دي ميتس او ميتس. طيب التشيست كلير، التشيست كلير والابدومينال سوفت نون تندر، جلاسكوما كان 15، البيشنت ان كومفورتبل ديورينج ذا بين تورش بابلر اكزامينيشن، النيك فليكشن كان ليميتد لانه كان عنده بين. يعني هو بالاخر هو مننجايتس، وقال انه هنا عنده اللي هو النيجاتيف كوكو باسيلاي، وهنا بكتيريال صح اللي هي الجلوكوز احنا 3، الريد سيل الوايت 560. اوكي يعني هي بالمختصر يعني بكتيريال مع الجرام نيجاتيف. طيب هو الالدر اكثر حاجه بيجي معاهم كان الاستيريا، ولا كان بيجي معاهم النيموكوكل او عارفة، الهيموفيلس صح؟ انت عارفة ايه اللي هينفع مع القصة دي؟ تقريبا كلورام في نيكول. مش قلنا كلورام في نيكول ده كان بيعدي البلاد برين بارير؟ يمكن من دول كلهم اللي هينفع كلورام في نيكول. لا. طيب ما سيفتراكسون هو واحد من المانجمنت من المنجايتس تريتمنت يعني، او انت بتتكلم على انه هم اللي بيعدوا، ولا بتتكلم عن المانجمنت اوف منينجايتس؟ لانه هم دلوا يعني قصدك السيفتراكسون سيفتراكسون؟ من
والجنتامايسين منهم كمان، الريفامبيسين دائما متأكدة منه صراحة، بس ديلا منهم. ايه صفة ريزونيا كلورون فين يكون فعلا؟ نساعد في الأورجانيزم. شفت طلع كلورون فينيكول. طيب نشوف الأورجانيزم طلع. طيب هو قال هنا في تو أورج، في قال هنا بيشن كوز باي هيموفلس، طلع هو هيموفلس انفلونزي. امينو كومبرومايز بيشن انكلودينج ذيس اول الكحوليزم او الديابيتيك از ريسك. الاذر جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي، هو قال الجاردينيلا فاجيناليس. دي كانت دي اللي انا افتكرت اللي كانت كوكو باسيلاي فعلا، دي اللي كانت اللي اخذناها بتعمل فيش بودر وال الفاجينوزس، بتعمل اسمها ايه دي البكتيريا الفاجينوزس. فاجينوزس بالظبط، مش كوكو باسيلاي. لاميديا تراكوميتوس بورتوديلا بيرتوسس كوكزيلا بروتيناي الهيموفيلس ديوسيري. However, this would not classical cause meningitis. يعني ده الجروب هو حاليا بتاع النيجاتيف كوكوباسيلاي، تمام، اللي هو من ضمن الجاردينيلا فاجيناليز والكلاميديا مش عارف تراكوميتوس والبورتوديلا بيرتوسس والكوكزيلا بورتوديلا والكوكزيلا والهيموفيلس ديوريسي ديوستري والهيموفيلس ديوستري والبورتوديلا والكلاميديا والجاردينيلا، تمام. ديل الجرام نيجاتيف كوكو باسيلاي ده جروب، عمليها سكرين شوت يا دكتور حسن عشان احنا نتعرف على الفاميلي الجديده دي. طيب اللي هو السيف توكسيم والسيف ترايكسون would not be first line treatment in hemophilus meningitis. However, this is with the history of anaphylaxis for this to the penicillin. Chloramphenicol is the most appropriate choice. Chloramphenicol would be the appropriate choice for meningococcal meningitis in penicillin allergic patient. يعني احنا عندنا عندنا حاليا الحاجه الاولى انه المفروض البيشنت ده ياخد بنسلين، بس لانه هو البنسلين حتعالج لنا النيجاتيف كوكو باسيلاي، بس لانه هو عنده سنسيتيفيتي او عنده الرجي منه فهو حناخد الكلورامفينيكول ده السكند. عارف منين ان هو عنده الرجي هنا السؤال رياكشن تو انافلاكسيس من البنسلين. على فكرة هو كان كاتبها بالحرف في تحت، يعني بص أحاول أجيب لكم القصة دي مكتوبة فين. أي إن in patient with history of immediate hypersensitivity reaction to penicillin or cephalosporin، إن نفس بيحصل لهم cross reaction يعني بنستخدم كلورامفينيكول. ليه؟ لأنه بيعدي blood brain barrier. وجايب عن النيجاتيف كوكوباسيلاي دي؟ لا لا مش جايب عن النيجاتيف كوكوباسيلاي هنا بصراحة، بس احنا بنستخدم سيفو تاكسيم مش سيفو تراكزون، بنستخدم سيفو تاكسيم. سيفو تاكسيم لا، كان في سيف تراكزون بالصريحة يعني، ما ديك ما عارفة دي، بس كان في الأول كانت في سيف تراكزون صريحة جدا يعني. في النهاية كلهم سيفالسبورين يعني. متهيألي المفروض الدكتورة سلمى يمكن اللي عليها الدور ولا ايه؟ دكتورة سلمى؟ ايوه سؤالك؟ والله انا ما عارفة، ولكن لو قلت لي ادري بقرا، ما عارفة اشرح، انا ما حضرت الليلة، لكن بقرا ما في مشكلة. طيب you are called to emergency department to review a 60-year-old Indian female who returned from 6 months trip to northeast of India 5 days ago. She presented with 3 week history of productive cough, producing large quantity of brown sputum. She has been experienced fever daily, complaining of being extremely sweaty overnight. On further questioning, there is no history of weight loss or TB contact. The patient reports that she has felt relatively well.
and with this symptom. She had not presented earlier. It was in fact a concerned relative who saw the patient had coughed up blood, who had brought her into hospital today. طيب. Examination revealed comfortable patient with evidence of right lower zone pneumonia. This is confirmed on chest radiograph. You send a number of investigation, including sputum for routine culture and acid fast bacilli. Results of which are shown below. طيب هو جانا ب طيب department 60 years. Mom Indian, female, six months trip to North East India. جاب productive cuff أو جات هي female productive cuff. Large quantity of brown sputum. تمام. وعملوا لها الباسيلاي. طيب نشوف التست الهيموجلوبين نورمال البليتليت نورمال وايت بلس سيل هاي نيوتروفيل هاي ليمفوسايد نورمال جينوفيل هاي اسبيوتام كالشير سنسيتيفيتي نورمال نيجاتيف تي بي بي سي ار نيجاتيف. حد عرفها يا شباب دي؟ ها؟ بقول حد عرفها؟ حد عرف شخص التشخيص؟ هي على 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 حسب الحاجه دي هي حاجه من تبع ال الهيميلانس دي يعني بس حسيت انه باراجونيماس باراجونيماس اوكي برازي كنت طالب بالتريتمنت واحد كبار ما يكفيش التبي يعني برازي كنت ايوه لا كان هو كاتب انه نفس كان السؤال كان فيها صح نفس التريتمنت بتاعت الشيستوسوما هي من ضمن الترماتول ريسبيراتري فلوكس صح ريسبيراتري فلوكس هي وبتعمل ديارية وبتعمل ورقة من معلش يا باشا ايه ده انا مش فاهم ده ايه بتقول الديزيز التشخيص ده ان هي طبعا معها ايزينوفيليا فهي دودة يعني تمام ودودة بتقعد في اللنج وبتعمل براون سبيوتم او برودكت في كاف يعني بشكلها براون وبتبقى دايما في اللور زون دايما اللور زون نيمونيا ودايما في الايست اوف انديا والايست اوف قلنا ايست اوف انديا وايست اوف ايه تاني مش عارف كان في اتنين ايست كده ايست انديا وايست ايش يتقلي برضو في آسيا يعني في أول حتة دي بتيجي من أكل الحاجات المأكولات البحرية اللي هي القشريات اللي هي بالضبط الكرب الكرب اسمه كرب شريمب والحاجات الأكل القشري الله ينور عليكي صح فعلا احنا بنعالجها بإيه بالمجموعة الترماتود كلهم كانوا بنعالجهم بالبرازيكونتال ما عدا الفشيولة فهي تاخد برازيكونتال الفشيولة دي بتاعت مين؟ شو اللي بتاعت الكبد اوكي بتاعت اللي قالت عليها الدكتوره منال التوان اللبنانيين اللي بياكلوا الكبده نيه طيب in this case the diagnosis paragonomas or lung flog infection is a common tropical disease which often present in a similar fashion to tuberculosis. The patient will have productive cough of classically brown or reddish sputum, which may be misinterpreted as hemoptysis. They often will also present with fever, night sweat, as well as rash or urticaria. Constitutional symptoms often often not be as severe as tuberculosis, and the patient may also have eosinophilia. تجي من الأندركوكت كراب ميت result in secondary bacterial infection of lung جازي كونتا طيب 32 year old woman who
has received a renal transplant from an unrelated donor some 4 weeks earlier. Come to the clinic complaining of fever, arthralgia, abdominal pain, and diarrhea. She has initially made a good recovery after transplant. Test for human herpes virus 5 is positive. There is has been received CRP and serum creatinine value are shown below. Hemoglobin low, platelet normal, white blood cell normal, neutrophil high, lymphocyte normal, eosinophil normal ولا هاي شوية. صوديوم، بوتاسيوم، يوريا، كرياتينين، سيري أكتيف بروتين، كرياتينين ريز، ويوريا ريز، سيري أكتيف بروتين ريز. Which of the following is the most appropriate intervention؟ هو سايتو مدير الفيروس ده ولا إيه؟ أيوة، لأنه بوست ترانسبلانت صح؟ نديه جان سايكولوفير صح؟ أي في جان سايكولوفير. أي في جان سايكولوفير. ده الفالجانسر سايكلوفير لا اي في اي في جان سايكلوفير اي في نمره 2 صحيح ده كنا بنديه في يعد علينا قبل كده كنا بنديه في حاجه معينه كده حد فاكره كنا بنديه في ايه بالظبط كان على فكره عدى معانا في الشيست احنا بنذاكر شيست فالجان سايكلوفير اللهم فالجان سايكلوفير ده انا فاكر عدى علينا في حاجه فعلا في الشيست تقريبا انا فاكر ان عدى علينا في الشيست في حاجه في اللنج كده طيب نسيبه دلوقتي بيه هيجي برضه طيب human herpes virus 5 is a cytomegalovirus in patient who are post-transplant cytomegalovirus infection can occur from reactivation of latent infection, infection via the transplanted organ, or because of new primary infection. Treatment is with IV ganciclovir and where there is ganciclovir resistant. First, carnet or sidovir are alternative option. Without treatment, further deterioration in renal function is a likely outcome. IVA cyclovir is useful treatment option for herpes simplex or herpes zoster infection. Oral valacyclovir, valacyclovir is an alternative option for oral acyclovir. For long-term treatment for herpes simplex, lamivudine is used in treatment of HIV and hepatitis B infection. Valganciclovir is an alternative option to IV ganciclovir with the potential use for cytomegalovirus prophylaxis. طلع نفسه يا دكتور صح؟ هو alternative option لل IV ganciclovir اللي هو ده اللي انت تسأل عنه صح؟ Valganciclovir. وانا عملت عنه سيرش برضه على جوجل هو برضه كاتب نفس الكلام يستعمل لل HIV او الايدز او فولوينج اورجان ترانسبلانت علشان السيتوميجالو بس هو اورال بس الاي في بديل للاي في يعني ممكن مور بوتنت او بالظبط بالظبط هي الفكره انه كان اورال هو ده الفرق اللي بينهم الاثنين صح انا فاكر ان كان في فرق بينهم حاجه بسيطه كده صح طيب تمام تمام طبعا ده قلنا بتاعت البيتزا دي شوف السؤال الأول لأنه سؤال طويل diagnosis most likely diagnosis طيب 63 year old man originally from Ukraine is admitted to hospital أوكرانيا is admitted to hospital with the right side balloon effusion on admission is febrile 37.8 he report 6 kg weight loss and night sweat over the previous 4 months his balloon effusion is exudative of pH
7.4. CT chest abdomen bilific reveal right side balloon effusion, multiple enlarged lymph nodes in his abdomen and mediastinum. A balloon biopsy reveal is scanty acid fast bacilli. He is commenced on treatment for tuberculosis with rifampicin, isoniazide, isambitol, pyrazinamide. BCR confirm this to be Mycobacterium tuberculosis complex with wild type RBOBKAG NHA gene. His HIV serology is positive with CD4 47 on كده بقى TB و HIV. طيب on 1 week following administration he is commenced on antiretroviral treatment with imipramine, lamivudine, ivarenz with cotrimoxazole. 3 weeks later become more unwell. He has daily fever up to 39 degrees. On examination, febrile, 38, associated tachycardia, blood pressure, normal, respiratory rate, tachycardic, شوية, oxygen saturation low, 93, reduced air entering at right base. But no other abnormality on examination. His result of a follow, hemoglobin low, MCV normal, platelet low, white blood cell normal, neutrophil normal, lymphocyte normal, eosinophil normal, ESR high. Bilirubin normal, ALB raise, ALT raise, gamma GT raise, liver enzyme كلها raise, والalbumin low. C-reactive protein high, lactate 1.1. Electrolyte normal, clotting normal, culture negative, 3 times, urine analysis normal, echo normal, right side balloon effusion, abdominal, several abdominal nodes visible في الابdominal ultrasound, toxoplasmosis negative, cytomegalovirus, IgG negative, IgM negative, Epstein-Barr virus, IgG positive, IgM negative, cryptococcal antigen negative, leishmania negative. What is the most likely diagnosis? تمام. والحصل ده كله من البداية تحت الدرج صح؟ من الدرج immune reconstruction inflammatory syndrome. تمام صح. The classical history of immune reconstruction inflammatory syndrome is a paradoxical worsening of the symptom due to increasing inflammatory activity with recovering immune system. It is seen in the context of antiretroviral therapy. In this case, we are also reassured of correct diagnosis to TB with a BCR result. And the initial BCR result suggests a fully susceptible organism, although this will need to be confirmed by culture and sensitivity testing. You may not have luxury of a confident diagnosis of TB, and patients with HIV may have many different opportunistic infections. Therefore, immune reconstruction inflammatory syndrome is a diagnosis of exclusion in this case. An extensive screen has revealed on alternative causes of symptoms. Diagnosis depends on all three of اللي هي antecedent diagnosis of TB fulfill WHO criteria initial response to antiretroviral treatment. Two clinical يكون عندنا في الكلينيكال one major two minor. الميجر يكون عندنا new or worsening called abscess, lymph node, radiological feature of TB, CNS TB أو TB serositis. Minor new or worsening constitutional symptom, respiratory symptom, or abdominal pain. Three, alternative explanation for clinical deterioration must be excluded. يعني هنا عمل لها زي الكريتيريا للدياغنوز major و minor one. Yeah. Major new or worsening called abscess.
lymph node, the radiological feature of TBCNS TB or TB serocyte. Minor new or worsening constitutional symptom. Minor دي constitutional symptoms ذات يحصل فيها worsening. أو يكون عندنا respiratory أو abdominal.